شفته، ربنا يوفقه. لو محتاج حاجة في فرنسا ممكن نساعده، احنا لينا حبايبنا في فرنسا برضه، ناس للناس يا صاحبي. شايفين المحطة؟ مطار، المنظر من فوق ممكن يكون أحلى شوية. ده واحد بيسافر ده ولا إيه؟ المحطة دي شكلها كانت، شايفين؟ الدور التاني، أوه حاجة يعني. شكرا يا صاحبي، ممكن نساعد يا صاحبي في الشنجة، لنا حبيبنا في فرنسا والناس للناس يا عرباوي. شكرا يا صاحبي. شايفين أصدقائي؟ دي المحطة الدولية، محطة قطر انترناشونال زي ما شفت. شايفين القطر هناك؟ دي مش مطار، دي محطة قطر في لندن. شكل المبنى قديم، محطة قديمة جدا يعني. شايفين ايه دي؟ ايه الهندسة والجمال ده اصدقائي؟ شايفين؟ يا الله، شايفين حاجة يعني فخمة صراحة، بس هي شكلها قديم وتحدثت. اتحطت اها انترناشونال، كبيرة كبيرة ما شاء الله تبارك الله. اه طبعا جميلة يا صاحبي، شوف المنظر، أكبر محطة في بريطانيا، محطة القطر الدولي أهو. ده القطر الدولي بقى اللي بيطلع منه إيه على جميع المدن، كافيهات، مطاعم، ما شاء الله تبارك الله. والله عاملة زي المطار، شايفين؟ يمكن المطار أقل منها كمان. حاجة جميلة جدا صراحة. يا الله، ده لسه قدامي أصدقائي، ده لسه قدامي. شايفين؟ شايف عرباوي؟ شايفين؟ شايفين؟ طبعا على انا شايف على ارض الواقع غير الصوره برضه، يعني انت واخد بالك حاجه فخمه. اه طبعا هنروح عند القطر نوريكم، ان عرفنا ندخل هندخل المحطة الدولية. دي الناس مستنية تسافر تدخل، شايفين؟ كان يقول الناس محترمة ومتعاونة. شايفنا انت كده؟